بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم امل من قناه امل تشانل. النهارده هنكمل مع بعض النصايح اللي انا بديها في القناه. النهارده هتكلم عن ازاي ان احنا نتخلص من رائحه السمك اثناء القلي. في نصايح الاول لازم ان احنا نتبعها. اول حاجه اغلاق غرف النوم. لازم ان انا اقفل كل الغرف اللي موجوده في الشقه عندي. تاني حاجه بفتح النوافذ الشبابيك. وتالت حاجه بستخدم معطر للجو. اي معطر عندي ريحته جميله بستخدمه اثناء القلي. عندي طريقتين للتخلص من رائحه السمك. اول طريقه بنحط ميه في صينيه، مثلا نملاها نصها، ونحط الصينيه دي على النار ونحط لها ماء ورد وقليل من الفانيليا. مع غلي المية بتلاقي فيه ريحة جميلة بتطلع بتضع على ريحة السمك. تاني حاجة مع الطريقة اللي انا قلت عليها دي ان احنا بنحط قشر ليمون في زيت القلي. يعني ممكن الليمون اللي انا بعصره للخلطة بتاعت السمك، ممكن ان انا اخلي القشر بتاعه واحطه في الزيت بتاع القلي عشان يمنع الروائح. القناة عندي فيها طريقة عمل صينية السمك وطريقة رز الصيادية، ودول انا عاملاهم عملي من المطبخ ازاي ان انا اعملهم، ازاي ان انا اسويهم. وكمان موجود في القناة تتبيلة السمك عندي اللي انا بعملها، عاملاها برضو فيديو في القناة. عشان تشوفوا الكلام ده بتدوسوا على اسم القناة من اسفل الفيديو، بتدخلكوا على القناة وبتشوفوا جميع الفيديوهات. الطريقة التانية ان احنا برضو نجيب صينية ونحط فيها مية، بس بنحط معاها مثلا من 4 لـ5 حبات هيل، ونفس الكلام القرنفل 4 حبات أو 5، ونحط بعض عواد القفة اللي هي الدرسين، وبنسيبها تغلي فبتسحب رائحة السمك اللي موجودة في الجو. أنا أترككم النهاردة على طريقتين، إن شاء الله الطريقتين ينفعوا معاكم. ولو في أي سؤال أو استفسار بتكتبوه في التعليقات أسفل الفيديو وأنا برد عليها إن شاء الله. الطريقة هتلاقوها مكتوبة في الموقع بتاعي اللي هو موقع تكاتي.com. هحط لكم رابط الطريقة أسفل الفيديو في صندوق الوصف. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من أسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.